السلام عليكم. النهاردة هكلمكم عن أغرب 3 سجون في العالم. في البداية لازم تكون عارف أن فكرة بناء السجون مبنية على 3 أفكار رئيسية، هي التأديب والتهذيب والإصلاح، إصلاح السلوك. السجون اللي هنتكلم عليها دي بعدت بشكل أساسي عن الفكرة الرئيسية لبناء السجون. أولا سجن ستانلي هونج كونج. سجن ستانلي هو واحد من أخطر السجون وأشدها حراسة على الإطلاق، يقع في هونج كونج واشتهر بتنفيذ أحكام الإعدام، ده طبعا قبل ما تتلغي عقوبة الإعدام في هونج كونج سنة 1990. اتنفذ في السجن ده أكتر من 122 حكم بالإعدام، وعشان كده تسمى بمقبرة السجناء. مؤسسة أتيكا الإصلاحية نيويورك. سجن أتيكا اتبنى سنة 1930، وهو برضه سجن شديد الحراسة، ومع ذلك أصبح سيء السمعة بسبب أحداث الشغب اللي حصلت فيه يوم 9 سبتمبر 1971 لما عمل المساجين مظاهرة وطلبوا فيها بتحسين المعيشة. تمرد حوالي 2200 سجين واحتجز 33 موظف كرهوين، واستمرت المفاوضات 4 أيام اتقتل فيهم 39 شخص ما بين موظفين وسجناء وأفراد أمن وحراسة. سجن الكاتراز أو سجن الصخرة أو جزيرة الشيطان كما أطلق عليه، هو واحد من أشهر السجون وأكثرهم وحشية في العالم. اتبنى في 20ات القرن الماضي وتم تصميمه بطريقة تجعل الهروب منه ضرب من ضروب الخيال. أي سجين بيكون موجود جوه السجن ده بيكون معزول تماما عن العالم الخارجي. الحراس فيه واخدين أوامر مشددة إن هما ما يخلوش السجناء يتكلموا حتى مع بعض. حصلت فيه 14 محاولة فاشلة للهروب، وتم وقتها القبض على 23 سجين، واتقتل 6 سجناء وغرق 7 منهم. لكن في يوم 12/6/1962 قرر موريس ورفاقه الهروب من السجن، وبالفعل نجحوا يهربوا من السجن. التحقيقات وقتها ما قدرتش تكشف ازاي موريس قدر يهرب من السجن، واتقفل السجن ده سنة 1963، وسقطت معاه أسطورة سجن الكاتراز مع هروب موريس. تحول بعد كده سجن الكاتراز إلى مزار سياحي، وتعمل منه العديد من الأعمال الفنية أشهرها فيلم الهروب من الكاتراز. فيلم جميل جدا، أنصحك أنك تتفرج عليه. في النهاية لو عجبك الفيديو ده اعمل لايك واشترك في القناة عشان يوصلك مني كل جديد إن شاء الله. شكرا، سلام عليكم.